السلام عليكم. قديش انه الموضوع انت ممكن تحسه سهل وبسيط هيك، وخاصة الاشخاص اللي بيعرفوا بالكمبيوتر بحسوا موضوع كتير تافه، بس صراحة يا جماعة اكتر فيديو هذا بياخد معي وقت، وحسيت بحالي ممل جدا انا عم بعمل هذا الفيديو. من اكتر الاسئلة اللي بتوصلني او اكتر الاغلاط اللي انا بشوفها بالتجميعات هي متعلق اكتر شيء بالتخزين. موضوع محير ما بين غالي وما بين سرعات وهدول الامور، ما كل الاشخاص فايت بتفاصيله. بتلاقي كتير من الاشخاص عمال يعملوا تجميعة اقتصادية ومهتم بالار جي بي ومراوح بالضوء وهدول القصص، وصارف عليهم المبلغ الفلاني يعني، وبس لما يوصل على التخزين بتلاقيه صار فقير مرة واحدة، ما بقى معه مصاري يدفع على شيء، رايح بده يركب هارد ميكانيكي ليشغل عليه الجهاز كلياته، بقول لك بحجة انه الارخص وبيع احجام كبيرة بسعر قليل، يعني هيدي الحجج اللي على طول بحطوها. في عندكم كمان سيناريو تاني يلي بتلاقيه مقلل من اسعار القطع الاساسية للكمبيوتر مثل المعالج مثلا، ومسترخص باللوحة الام، وصارف كتير على التخزين ومركب ام دوت 2 بالسعر الفلاني، يعني اكيد الاسعار الغالية. هلا هو بشكل عام توافقيا ما في مشكلة بالموضوع، الجهاز بيمشي عندك زي اللوز، بس انت شو مستفيد من الام دوت 2؟ بالمقابل انت ممكن هدول الفلوس اللي صرفتهم على الام دوت 2 تصرفهم على شيء تاني تستفيد منهم اكثر. تعال هلا خليني اخبرك انا شو الفرق بين الهارد الميكانيكي والاس اس دي وحتى كمان الام دوت 2 عمليا على ارض الواقع. حتكون التجارب كلياتها، ما حقعد انا اخبرك ارقام وامور صرت انت صراحه مالي انك انت تسمعها، حفرجيك امثله حيه ومقارنات من ارض الواقع. بس قبل ما نبلش زال هلا حط لي لايك على الفيديو، اكتب لنا تعليق يكون حلو عشان ينتشر الفيديو ويعلى تقييمه اكثر، واسمع علينا حلقه اليوم لانه حيفيدك كثير. رساله سريعه من سبونسر حلقه اليوم، اذا عبالك تفعل نظام التشغيل عندك او تطور على الويندوز 11، موقع كيس فان بيقدم 50% خصم على مفاتيح ويندوز 10 و11 برو مايكروسوفت اوفيس. الموضوع كتير سهل وبسيط، بس دخل كود الخصم يلي هو ZT50، ادفع باي بطاقه ائتمانيه عندك اياها او حتى كمان حساب الباي بال ما في عندك مشاكل، روح على اعدادات التفعيل ودخل الرمز جديد ليصير عندك ويندوز اصلي ومفعل. طيب يا جماعه بالبدايه كلمتين سريعين، الهارد الميكانيكي هو نظام تخزين قديم بسرعات كتير محدوده، وهو فينا نقول عنه السبب الرئيسي لبطء الجهاز ولازم توقف انت تستعمله نهائيا على النظام، لانه سرعاته ما بتتعدى 150 لل 160 ميجا. بيعتمد بشكل اساسي نظام توصيل الساتا اللي هو عن طريق التشيبسات من اللوحه الام. اذا رحنا هلا على الاس اس دي اللي هو سرعته اعلى شوي 550 ميجا، كمان نفس نظام التوصيل اللي هو الساتا كمان من التشيبسات للوحه الام. وهلا اذا جينا نحكي اكثر على الام دوت 2 اللي هو الان في ام اي، بوصل لسرعات عاليه جدا يا جماعه فوق ال 7000 ميجا، وعلى حسب يعني بتختلف السرعات لانه في اكثر من نوع. طيب واذا خلصنا من الارقام اللي بس انا قلت لكم بدي احكي عنها بشكل سريع بس تعرف انت شو هن سرعاتهم للهارد الميكانيكي الاس اس دي والان في ام اي، وجينا هلا وطبقنا هيدي المقارنه على ارض الواقع، جهازك شو مستفيد من هيدي السرعات وكيف ممكن يوظفها بطريقه انت تستفيد منها ويكون جهازك سلس اكثر. عملت انا اكثر من اختبار على نفس الجهاز بنفس المواصفات على الضبط، ويندوز جديد طازه محمل انا على كل قرص تخزين لوحده من الصفر، حملت الالعاب كمان من اول وجديد ما عملت نقل للالعاب، وعدت كل الاختبارات تقريبا اكثر من 3 مرات حتى تكون النتيجه دقيقه لاعلى الدرجات، بتشوف انت فرق الاداء بين 3 انواع التخزين، الهارد الميكانيكي والاس اس دي والام دوت 2. طيب بالنسبه لاقراص التخزين اللي انا استخدمته اللي هو هارد ميكانيكي من ويسترن ديجيتال بلو 7200 ار بي ام بسرعه 150 ميجا، غني تقريبا عن التعريف لان كل العالم تعرفه، والثاني اللي هو الاس اس دي من كينغستون سرعته 550 ميجا، اما الام دوت 2 اللي هي ان في ام اي بسرعه 3600 ميجا كمان من ويسترن ديجيتال. الاختبار الاول كان عن تشغيل الجهاز من الصفر ولنشوف قديش بياخذ الجهاز وقت لحتى يدور وتوصل انت على الصفحه الرئيسيه للجهاز. مثل ما هو متوقع يا جماعه الام دوت 2 كان الاسرع وشغل الجهاز بتقريبا حوالي 10 ثواني، مش تقريبا يعني انا حسبت شغل الجهاز 10 ثواني. من بعد مباشره الاس اس دي كان الجهاز او النظام شغال بخلال 13 ثانيه، اما الهارد الميكانيكي كان بعالم سمسم اخذ 41 ثانيه كرمال قدر يشغل الجهاز. هلا الفرق 3 ثواني بين الام دوت 2 والاس اس دي ما بيعتبر هالرقم الضخم، وهلا انا بجيك باخر الفيديو بالخلاصه ورح اخبرك انا اي الافضل، واذا هيك جينا نحن جمعنا كل الارقام مع بعض شو ممكن انت تعرف بالخلاصه. حتى اللي هلا كمان انه انا بنتظر 30 ثانيه للهارد الميكانيكي وما بدفع 50 دولار زياده، حقلك انا لا مش هيك هي العمليه، لانه الفرق مش بس وقت يا جماعه، حتشوف انت بالاختبار الثاني واللي هو الاهم بين الاختبارات اللي هو فتح التطبيقات، تحضير الويندوز للاستخدام، يعني هدول في عندكم كمان الكم تطبيق اللي هن بيشتغلوا بالخلفيه اللي اول ما تشغل الجهاز بيفتحوا، وطبعا كمان عندكم سلاسه استخدام الجهاز او سلاسه استخدام سطح المكتب بشكل عام. ومثل ما هو واضح قدامكم الام دوت 2 ممتاز بسلاسه عاليه، بالعكس كمان بتحس انه جهازك طياره، بتحس انه جهازك فعلا سريع. الاس اس دي صراحه انا ما شفت فيه اي مشاكل، الوضع كمان كان جدا ممتاز، يعني ما حسيت في فرق كتير كبير بينه وبين الام دوت 2. اذا بتجي هلا على الهارد الميكانيكي كان في كتير تاخير لحتى يفتح التطبيقات، طلع رساله عدم استجابه بس لما فتحت انا التاسك مانجر، يعني ما فتحت شيء عظيم، والوضع كان جدا صعب عشان انت تقدر تتعامل على سطح المكتب، وما في سلاسه نهائيا، واي ضغطه زر انت حتشوف استخدام الهارد نط مباشره لل 100%، وبدك تقعد تستنى وقت كويس يعني حتى يستوعب الجهاز وحتى يستوعب الهارد ديسك شو اللي عمال يصير عندك، ببلش يفتح لك التطبيقات اللي بدك اياها. بالنسبه للاختبار الثالث اللي هو تشغيل الالعاب من الصفر، من اللحظه اللي انا ضغطت فيها على زر بلاي من برنامج ستيم، وهون كان في تفاوت بالنتائج يا جماعه، يعني بلعبه الباتل فيلد الهارد الميكانيكي تاخر
حوالي ثانيتين بس عن الاس اس دي. بالنسبه للام دوت 2 كانت هي الاسرع وفتحت اللعبه بحوالي 54 ثانيه، يعني اسرع من الاس اس دي كمان بسبع ثواني. اللعبه الثانيه اللي هي الجي تي اي 5 كمان الاختلاف ما كان كثير كبير، فتحت اللعبه على الهارد الميكانيكي حوالي ثانيتين متاخر عن الاس اس دي و4 ثواني متاخر عن الام دوت 2. اذا رحنا هلا كمان على نفس اللعبه اللي هي الجي تي اي 5 وبدنا نحن نفوت على الستوري مود، يعني انت بدك تبلش تتحرك بقلب اللعبه جوا مش بقلب الالعاب، بقلب انك انت تسحب المعلومات وتفوت لحتى انت توصل على تهيئ اللعبه عشان تبلش تلعب. الهارد ديسك اساسا انه هو شغال اخذ تقريبا دقيقه او ثانيتين لحتى يفوت على محتوى اللعبه، بينما الام دوت 2 والاس اس دي اخذوا اثنيناتهم نفس الوقت على الضبط اللي هو 39 ثانيه. اخر لعبه بدي احكي عنها اللي هي شادو اوف ذا توم بريدر. الاس اس دي والام دوت 2 الوضع كان جدا ممتاز، اللعبه فتحت ب 10 ثواني بس، يعني ما تاخرت نهائيا. الهارد الميكانيكي كان مصيف مثل ما عمل لكم بعالم سمسم، قاعد مع الشباب وعمال ياخذ قهوه، اخذ تقريبا 50 ثانيه عشان يفتح اللعبه، يعني حوالي 40 ثانيه ازود عن الاس اس دي وعن الام دوت 2. طيب من باب التنويه بس للي خطر بباله السؤال، لانه ممكن يخطر ببال كثير اشخاص يعني ما عندهم درايه كامله بقطع الكمبيوتر وباداء الكمبيوتر بشكل عام، انه هل ممكن هيدي السرعات سرعات التخزين تاثر على اداء اللعبه نفسها؟ بحب انا اجاوبك هون انه لا، اقراص التخزين الثلاثه اداهم كان كلياتهم 100% على الضبط، 84 فريم بلعبه شادو اوف ذا توم بريدر، السلاسه عاديه وما في مشاكل نهائيا. طيب لنجي هلا نحكي عن الخلاصه او بنرجع نلم الموضوع كلياته من اوله لاخره واعطيك انا الزبده مثل ما بقوله. مثل ما شايفين بالاختبارات الثلاثه الام دوت 2 والاس اس دي كان ادائهم جدا متقارب للاستخدام الطبيعي على سطح المكتب، التصفح، الالعاب، تقريبا ما كان في اختلاف نهائيا، كم ثانيه يعني ممكن ثانيتين ثلاثه. سبب هون بيرجع انه استهلاك الالعاب ما بيتعدى ال 450 ميجا من قرص التخزين نفسه، من سحب المعلومات من قرص التخزين. اعلى من هيك حتكون هدر للفلوس على الفاضي. ركز معي انه انا هون عمال اقول للالعاب والاستخدام اليومي للتصفح، سطح المكتب، هدول الامور. طيب يا وائل هلا لشو لك ان اخترعوا الام دوت 2 للان في ام اي بسرعات تكون كثير عاليه وباسعار بتوصل ممكن لل 1000 دولار على الاربع تيرا طالما ما في فرق بالاداء؟ حجاوبك انا عليه لهذا السؤال، انه يا جماعه الام دوت 2 له استخدامات ثانيه غير الالعاب، هو اساسا ما تخصص للالعاب. اي شيء صناعه محتوى عالي الجوده، عندكم برامج انتم التصميم، كل هدول الانواع عند البرامج اللي هي بتستهلك تنقل بيانات كثير عاليه بالثانيه الوحده، الام دوت 2 حتكون اسلس بكثير واسرع، وانت هون حتتفادى كثير من الكراش للبرامج مثل الادوبي بريمير، يعني ملك الكراشات، وتستمتع بالشغل اكثر لانه حيكون جدا سلس، لان الاس اس دي ممكن يحددك بسرعته لحد معين، منه سيء الاس اس دي بهيك انواع شغل، يعني المونتاج والبرامج الضخمه وهدول الامور، حتى ما حدا يفهمني غلط او يفهم النقطه اللي انا بدي اوصلكم اياها غلط، الاس اس دي شغال تمام، ما في عليه مشاكل، بس الام دوت 2 بقدم اداء افضل. يعني بتحس انت الفرق بالشغل بين الاس اس دي والام دوت 2. هلا بالنسبه للهارد الميكانيكي تقريبا او اذا ما كان مستحيل انه هو تقدر انت تشتغل عليه على هيك برامج، اساسا انت حتمل من نقل البيانات والكراش وحتقرا في الشغل من الاساس، وخاصه اذا عم تشتغل على مشروع كبير بدك تقعد تنقله من ملف لملف، حيكون الموضوع جدا صعب يا جماعه. طيب اذا رحنا اكثر هلا على الهارد الميكانيكي، انا شايفه هو الخيار الاسوء بال 2021 انه هو يكون التخزين الرئيسي عندك على الكمبيوتر وتحمل عليه النظام. اكيد هلا واحد حيطلع له ويقول لي انا عندي 2 تيرا هارد ميكانيكي وشغال عليه تمام والامور زي اللوز ما فيها مشاكل، صح؟ وانا كمان عندي 25 تيرا هاردات ميكانيكيه كلياتهم موصلين على الجهاز القناه عندي وشغالين تمام زي اللوز ما فيهم مشاكل نهائيا، بس لشو اقول لك بستعملهم؟ لتخزين الامور البسيطه مثل ملفات الشخصيه والصور، الفيديو اللي انا بشيله مثلا من جوالي بحطهم على الهارد الميكانيكي، في العاب كثير انا محملهم على الهاردات الميكانيكيه والوضع تمام، ولو اللعبه بدها تاخذ شويه وقت عشان تحمل او اقدر فوت على اللعبه او على مود اللعب مباشره، بس هذا الشيء مش رح ياثر علي كثير عشان انا اروح ادفع بس للالعاب المبلغ الفلاني اذا انا كانت ميزانيتي محدوده. بالاضافه كمان انه بما انهم 25 تيرا فانا بخزن عليهم كل مشاريع القناه اللي انا خلصت منها، يعني الفيديوهات اللي خلصت المشروع كلياته من اوله لاخره، اللي هو انا قليل ارجع لهم او ارجع اسحب منهم ملفات. بس بالنسبه لنظام الويندوز انسى خلص، ما لازم بقى حدا يفكر بالهارد الميكانيكي عشان يكون هو حل التخزين الاساسي للجهاز عندك وللويندوز، خاصه اذا كانت تجميعتك او جهازك انت بشكل عام بامكانيات محدوده. الاس اس دي فعلا حيقدم فرق واضح بالاستخدام، يعني 30 او 25 دولار حيعطوك فرق كثير حلو. وبس يا جماعه هذا كان كل شيء لليوم، زر هلا احط اي تعليق عشان يرفع تقييم الفيديو ويصير ينتشر اكثر، اشترك بالقناه اذا بعدك جديد، فعل زر الجرس ليوصلك اشعارات بالمقاطع الجديده، ما تنسى اللايك لانه كمان كثير بفيد الفيديو عشان ينتشر اكثر. بشوفكم اذا الله راد بالحلقه الجاي، والسلام عليكم.